السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة مع المش جيمر عبد اللطيف. ولسه مكملين في التريتوري اللي بنلعبها دي، فضلنا اتنين، يعني احنا فضلنا اتنين بس في الـ في الـ في الديستريكت دي. الواحد لعب المرة اللي فاتت سباق دريفتات وما احتفلناش بالموضوع ده، فممكن احنا نحتفل بسباق دريفت. ايه رأيكم في حاجة زي كده؟ اظن ان دي حاجة ملهاش اي 30 لازمة غير ان احنا نخلص اللعبة. تأكد انك عامل لايك مشترك في القناة طبعا وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول. وخلينا نعدل شويه بس في ال عايزين نعدل شويه في العربيه علشان نعرف ان احنا ايه نظبط فيها شويه حاجات كده. لا طبعا انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه يا عم، نزل الانترو، على ما اروح اصلح العربيه واجي. يلا يلا دوز. طيب رجعنا تاني وهنعمل بقى كاستميزيشن للعربية في البرفورمانس. الناس كانت بتقول يا جماعة ان انا كنت مفكر والله ان البنت اللذينة ديت هي بتاعت ال انا هنا عايز اكسلريشن وفي نفس الوقت عايز توب سبيد. طيب خليها هنا، بس انا محتاج فعلا العربية دي تبقى فيها اكسلريشن، لايت ويت، هاي مش عارف ايه، ترانسميشن اويل، مش هتفرق كتير يعني. لا خلينا كده، فلاي ويل. ما هدي اللي ممكن تخلي العربية تتقلب. طيب خلينا كده. كان في حد شرح لي الموضوع بالتفصيل، حوار العربية ليه بتتقلب والموضوع ده، بس انا طبعا يعني عارفين انا اصلا بكره الميكانيكا والحاجات دي. النيتروس برو، والمفروض البرو ده اعلى طبعا. الديوريشن محتاج الديوريشن اكتر بصراحة، انا بفضل كده ان هو يكون معايا اطول وقت ممكن، انا بحب كده. هاي بيرفورمانس تايرز دريفت، هو اصلا مفيش غير سباق دريفت واحد، يعني في كل منطقة مبقاش فيه دريفتات كتير، بس انا عايز اخليها هنا كده في النص، يعني بحس ان احنا نخش هنا ونخش هنا عادي، يعني الموضوع ما يفرقش معانا. عملنا شوية تعديلات حلوة، نخش على الشوبينج كورت، نحاسب، نطلع. ما ظنش بقى ان احنا محتاجين نعمل حاجات كتير هنا، محتاجين بس ان احنا نكمل لعب. فين بقى؟ ممكن هنا ناخد الديستريكت دي كده على الهادي، وهي اصلا تشيك بوينت وسبرنت. خلينا نجرب العربية في التشيك بوينت. يلا بينا يلا بينا يا ولاد. الحلقة ان شاء الله تكون احسن، والعربية طبعا ان شاء الله تكون احسن. ايوه بقى هو ده الكلام، يا عيني. I'm feeling that the car is more improved. بس حاسس ان هي بقت اخف سن. بص بقى، ايوه احب انا افضل اضرب نيتروس كده، مش اللي هو ادوس نيتروس وخلاص. ماشي لحد دلوقتي برضو كويس، عاش يا جماعه، عاش والله العظيم. العربيه بقت احسن بكتير جدا بعد التحديثات دي. بص الهاندلنج بتاعها حتى بقى احسن ازاي، عاش والله. نايس ميكانيكي، نايس. هات لي الطريق المختصر ده، محبين الطرق المختصرة. عبد اللطيف is here. I can talk to you. You can talk to me. We can understand each other. حلو كده. روح بقى يلعب ايه؟ عالرايق. كده تلعب عالرايق بقى بالعربية دي. كان في حد بيقول لي على ثغرة كده او ملف تقريبا بتنزله او حاجة، مش عارف، حاجة كده في اللعبة تخليك تلعب بالبي ام. طب يا جماعة، وانا ليه اتحدى الستوري بتاعت اللعبة؟ ليه ممكن حد يعمل حاجة زي كده فعلا يعني؟
حلو ده. ايه ده يا راجل؟ طبعا حتة بص قاتلة دي. في فايز بقى ده تعطل الدنيا. اوكي يا لو واحد عايز يقف على كوبري زي ده يبقى قدامه محيط. احنا مفتقدين يا جماعة بجد يعني ان احنا نتفرج على المناظر الطبيعية فعلا. والله احنا بنعاني من حاجة زي كده. المناطق اللي عندنا كلها جافة يعني خرسانات بس واسفلت في كل حتة فاحنا مفتقدين الاحساس ده. انت عندك مناظر طبيعية كتير، عندك بحر كتير، عشان كده الواحد بيغبط الناس اللي عايشين في المناطق الساحلية زي اسكندرية مثلا. وان كان انا معرفش برضو في اسكندرية الوضع شكله عامل ازاي، الناس اللي ساكنة في بورسعيد وفي الحتت دي في السويس. انا نفسي والله اشوف عينيا متاعها بالحاجات اللي انتوا بتشوفوها، بالمنظر البحر بالحاجات دي. بس هنقول ايه يعني، انا واحد عايش في المنوفية واغلب حياتي في القاهرة برضو. ف يلا بينا. حلو قوي. خش على سبرنت ولا طبعا سبرنت. لا ايه ايه اللي خلينا لف في سباق طويل قوي كده؟ ماشي، هيبقى فاضل تريتوري واحده ونخش نلعب البيست اللي هو مش بيست قوي. كويس ان السباق ده معانا نيبل، مع ان اي جاس يعني ان العربيه الدوج بقت دوج حرفيا دلوقتي، بقت بقى ايه قادره ان هي تلعب. كيما يعزم اون ذا رود. جبت التايها ولا كده ولا وانا لما بطور العربيات، العربيات التانية برضو بتبقى اقوى. cause I feel that. بس مش حوار عادي. طب ما كان في طريق مختصر، انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ مش مشكلة. ده كان حلو قوي والله، ده كان هيجيبنا هنا على طول. يلا بقى مش حوار. ايوه التراك اللي بيجيب لنا كوبرات على طول ده، مع انه حلو والله. انا ببقى عايز استمتع بالاغاني دي يا جماعة. اللعبة دي ان شاء الله هلعبها وانا بقى ايه ما بصورش وكده عشان اقدر استمتع بيها كويس يعني. يلا بينا. يا نيفل انت ورا قوي ليه كده؟ ما توقعوا كده يا نيفل لو عرفت. يلا شد يا ريس، شد يا نيفل. سبعين في المية والواد التاني مسيطر على السباق لحد دلوقتي، ونيفل مش عارف يروح يوقعه. النايتروس. يلا امال النايتروس اللي احنا مطورينه ده ايه. خسرنا السباق علشان يا نيفل يا نيفل يا ابن ال... هنعيده تاني. التوري دي صعبة اهو. يلا ناخد السباق من اول، مفيش مشكلة. هو بقى ايه ماسك في التريتوري بتاعته بايده واسنانه دلوقتي. نركز بقى مع الطرق المختصة. ماشي. عادي. ده اللي هركز مع الطرق المختصرة.
هاتوا يا نيفل كده. ما انت يا نيفل برضو يعني مبطيق في مبطيق في السباق ده. عاش 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 ان شاء الله. لو خلصنا الديستريكتس دي من غير بقى ما يكون بص بقى الفزلكة بقى دي اسمها فزلكة بقى. عايز اخد طريق مختصر وفي نفس الوقت عايز اخش في الطريق العادي وفي نفس الوقت عايز اخلص السباق وبتكلم على حاجات هتحصل في الحلقة الجاية. يا نيفل يا نيفل يا نيفل وسع بقى ما تبقاش ده كله عشان قلت ان انت مبطئ. Of course I do not like that. I hate that. طيب بما اننا كسبنا السباق فعادي يعني مش عادي قوي بصراحة لان انا ما بحبش البوليس في اللعبة دي خالص. بس يلا ما خبطناش ليه في يلا مش مشكلة خدنا التريتوري خدناها يس. بس يلا بقى خش على البوليس بسرعة كده. How could I leave them to you, devil? How could I do such something like that? How could I leave you with them? Dispatch, suspect's pulling away. I'm trying to stay with him. حلو قوي. دنيا انت كنت مفكر ايه؟ فاضل لي تريتوري واحده اخش الدريفت ده ولا ما اخشوش؟ اخش الدريفت علشان بس ايه اتحدى نفسي يعني ايه اتحدى نفسي وهنسى ياسي وكل جراحي كمان دي الغلطه اللي ما متعقنيش. ايه ده ايه حب ايه ده كان خيابة قلبي حب ينهر السود قلبي حب ما خدش حاجة مش هتنفع فعي الطيابة اه التحديث يا ريس التحديث اللي انت عملته ليه العربية خلى الموضوع صعب قوي. عايش حلوة دي نايس هعيدو تاني لا لا ده هو لفتين اصلا لا ريستارت يا ريس ايه ده انا العب اللفتين. طيب يلا بينا
مش مشكل مش مشكل. اوبا ده هم جابوا قد ايه هنا؟ عاش عاش الدريفتات دي كلها عاش. يا ولاد الذين انسى يا ريس. I am damned in drifts. المشكلة ان انا خايف العبه هو نفسه في سباق دريفت، هتبقى مشكلة بصراحة، مشكلة جامدة اوي. عشان نستعيد الثقة نخش على سباق تشيك بوينت من السباقات اللي احنا بنحب نلعبها، الحاجات اللي بنعرف نلعبها دي. طيب يلا بينا ان شاء الله خير ان شاء الله نعوض. البيوت دي بتولع؟ ده اصلا مش بيوت. بص بص، طب ما انا بعمل دريفتات حلوه اهي. النظام بتاع سباق الدريفت اصلا موتر قوي. بص العربيه اتشقلطت ازاي يعني. بص بص دريفت محترم اهو. ما تسيبني اتحكم بالعربيه بنفس الطريقه دي كده وهديك احلى صوت. بص سامع صوت الدريفت؟ سامع صوت الدريفت؟ ده كله يعتبر دريفت اهو. طب انا ليه سبت الطريق المختصر؟ يلا اهو درفت الاجا. يلا ما علينا كونتينيو. يلو يا جماعه يا جماعه، اقسم بالله نجم الدريفتات، بس تخش في السباق بتاع الدريفت انسى. ها انا يعني اصريت ان انا ابين امكانياتي في الدريفتات في طريق زي ده اهو. نظام سباق الدريفت هنا هو اللي صعب اهو. شايف دبل تريبل دريفت. شايف في طريق مختصر. معلش بقى اسفين لاصحاب القصر ده. يلا 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 السباق ده هو اللي بعده ونخلص الحلقة دي، عشان طبعا مش هنلعبه في الحلقة دي. انت مستني ان احنا نلعبه في الحلقة دي؟ لا 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 لا، يبقى كتر خيرك على كده. لا تغلبان عاش عاش. يلا يا جماعة خلصنا خلصنا السباق. السباق اللي بعده هيكون طويل لانه هيكون لفتين. اتمنى ان يكون سباق نيفل يلعب معايا فيه علشان بس ما ناخدش وقت طويل. اوه حلو قوي، وده اللي انا كنت خايف منه، ان يجي اجبر ان انا العب سباق دريفت.
برضو لحد دلوقتي برضه لأ. انا ضيعت على نفس الدريفتاية دي كلها. فكن ريستارت ريستارتت ليتس ريستارتت. ماشي على هيدا على هيدا. طب اعمل ايه؟ جامب تو ذا سيف هاوس. برضو الموضوع صعب قوي يا جماعه. الموضوع صعب عليا قوي قوي يعني. طيب نختار الكامارو. ليه الكامارو حقيقه مش عارف، بس انا المشكله عندي ان انا لازم اكسب السباق ده علشان اقدر اكمل اللعبه اصلا يعني. طب الفل، بص اللي باين I don't know what the hell I'm doing. طب ما اسيب العربية، ما اسيب. ماشي يلا. انا بس بحاول اتحكم في العربية. I'm figuring out that it's wrong. برضو jump to the safe house. طيب انا كده هختار العربيات التانية ونحاول نلعب السباق التاني. يمكن احنا غلطانين او يمكن انا مش فاهم الموضوع. خش لي في ده يلا نجرب، مفيش مشكلة. يمكن فعلا انا مش فاهم الموضوع وده هيكون احسن بكتير قوي واريح لي. يلا انا بقى اتضايقت جدا دلوقتي لما عملت الدريفتات دي.
لا مش عايز اعمل درفتر بجد. يعني يلا 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 خلص 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 ده قوي من الموضوع ده. الواحد اتفصل اصلا برضو باب. انا ليه بفوت ام البتاع ده؟ هاخده المرة الجاية ان شاء الله. ابص يعني اللي بياخده غالبا هو اللي هيكسب السباق. اتمنى بجد ان انا اكون غلطان في حوار ال اسمه. يلا نبل وقعهم. يلا 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 يلا. اتمنى من كل قلبي فعليا ان انا لما اكسب السباق ده اكون خلصت ودخلت على الواد على طول. يعني نقفل الحلقة عشان بس انا يعني اتضايقت بجد. يلا يا نفر. الكاميرا برضو تفصل في اوقات غريبة وعجيبة. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. هلا نكمل. On my right. بس خدناه الحمد لله. يلا بما ان السباق خلص ورينا بقى يا عم. السباق توتر بقى. توتر. طب ما اكمل اول. انا ليه دخلت؟ انا اللي وترت نفسي. انا استاهل بجد بجد يعني انا استاهل. بس يعني دخلنا في المواجهة على طول وفي حد بيتحدانا على المنطقه. طيب يعني لازم نروح نلعبه علشان خاطر نقفل الحلقه دي. خلي الحلقه الجايه كلها ايه في الجد على طول. يلا بينا. لفتين برضو. سيبها لفتين. انا اللي بساعدك يا نيفل اهو. خلي بالك يا ولا يا دي يا نبوله. انا اللي بساعدك يا نبوله. عشان ابقى انا الاخير يا نيفل. تيم ورك يا حبيبي. يلا 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 يلا. شايف بدل ما ادوس على النيتروس. احلى حاجة في السباق ده ان هو لفتين فعلا. يعني انا ما كنتش مركز خالص. انا كنت منتشي بالخبر بتاع ان احنا ممكن نلعبه عادي بعد السباق اللي فات ده. برضه نهاية السباق حلوة وفي طريق مفتوح نعرف ان احنا نضرب فيه ايه النيتروس براحته. خدناش برضو الطريق المختصر اللي كان ممكن يوفر علينا كتير. طبعا انا لسه لحد دلوقتي عايز نيفل يخلص عليه. وطبعا البوليس
طب انت بتلقطني انا ليه؟ طيب ما انت قدامك اهو واحد مش قادر عليه. نايس. برضو 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 خلينا على الميدان، دخلين على الميدان يا ابني. ما تهزرش مع الدوج يا ابني وانت لسه معاك عربية بوليس يا ابني. عربات البوليس بقى هيرخموا علينا، واحنا اصلا ايه عايزين نخش على الحلقة اللي جاية بقى. يا نيفل ايه الاخبار يا نيفل؟ نيفل is good. don't worry. ايه بس انا ما كنتش في سباق، كنت وقفت وقعت الحوار ده عليكم. يا اولاد اللذين عايش يا نيفل، والله نيفل انقذني فعلا في السباق ده. اهو you finished first. طيب طبعا حارس مين ده يا ابني؟ evade 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 yes I'm evading. He's gonna be boosted. he just smashed into us. Hold on. cool down cool down I'm cooling down. تخش لي تاني هتبقى مشكلة. ايوه كده بقى خلينا نخلص الحلقة دي. يا ساتر يا ساتر، دي كلها سباقات يعني اللي هو ايه احنا محتاجين نفنشها اصلا يعني عشان نخلص على الفيلنز دول كلهم. هنلعبهم يا جماعة، هنيجي في يوم كده وقت ايه ونقوم كاسحينهم كلهم. ولكن احنا عندنا البوس الكبير، بوس اللي هنلعبه الحلقة الجاية. الراجل بتاعنا اسمه وولف، بس هو ما يعرفش ان انا ايجل، والايجل ممكن ينزل على الولف وهو في قلب الصحراء وينتشه كده هوت ويطير بيه. علينا كانوا بيقولوا لنا حاجه زي كده، مش عارف ممكن نبقى نعمل معانا الموضوع ده حلقه في على القناه الثانيه. خلصت الحلقه، في الحلقه الجايه هنلاعب الراجل بتاعنا دوت، واتمنى ان ما يكونش فيه اي حاجه ليها علاقه بالدريفتات تاني. اشوفك في الحلقه الجايه.